السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هذا من سلسلة شوات ريحانة كمال. قدم لكم ديسير أو حلا ديال الكاسات بالشوكولا والقهوة. نخليكم مع المقادير والطريقة. المكونات: نصف لتر من الحليب سائل، سكر بحسب الذوق مقدار 3 معالق كبيرة، ملعقة صغيرة من قهوة سريعة الذوبان، ملعقة كبيرة مملوءة من بودرة الكاكاو الحلو وليس المر، 2 معالق كبيرة من بودرة الكريم باتيسير، ممكن تعوضها بالنشا. نضيف سكر يبقى حسب الذوق، نضيف نشا أو بودرة كريم باتيسير. أنا استعملت بودرة كريم باتيسير، بودرة الكاكاو، القهوة. نمزج المكونات مع بعض حتى كتنسجم. وضعت الإناء فوق النار مع التحريك المستمر حتى كنحصل على خليط كاتي، يعني ما نتوقفوش على التحريك، كنستمر في التحريك. كما لاحظتوا الخليط بدا كيتقال حتى كنحصل على واحد الكثافة اللي كتكون قليلة. من بعد غادي نزولو من فوق النار بشكل خالط. بعد ما زولتو كما لاحظتو ما كيكونش فيه تكتلات، يعني مع استمرار التحريك كيكون عندنا خليط ناعم. نحتاجو كؤوس ديال الزجاج كنفرغو المحتوى ديال الخليط. كنحصل على 5 ديال الكؤوس، غادي ندخل المثلاجة حتى كيبردو تماما وكنقدموهم. يمكن لينا نزوقو الوجه ديالهم بالشوكولا أسود اللي كيكون محكوك.